يعني الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لم تتوقف، نحن نتحدث عن قرابة الشهر والغارات الإسرائيلية متواصلة بصورة يومية. ربما في النشرات الصباحية كنا نقول أن هذا اليوم لم يسجل أي غارات إسرائيلية على مدينة رفح، لكن سرعان ما عاودت الطائرات الإسرائيلية إلى استئناف عمليات القصف العنيف على هذه المدينة، وأدى هذا القصف إلى استشهاد حتى اللحظة 8 مواطنين من بينهم نساء وأطفال، وعدد كبير من الإصابات الذين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح بعد استهداف منزل لعائلة شاهين في بالقرب من يعني دوار الجوازات شرق مدينة رفح، بالإضافة إلى غارة أخرى على في حي السلام على المنطقة الحدودية. لكن هذه الغارة وقوع إصابات أو شهداء بين المواطنين الفلسطينيين، فيما لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع تحلق بصورة كبيرة ومكثفة جدا في أجواء مدينة رفح. هذا ما ينذر باستئناف الطائرات الحربية الإسرائيلية لغاراتها على مدينة رفح التي تعاني من أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في السوء بسبب تكدس النازحين وقلة دخول المساعدات الإنسانية، خاصة تلك التي تصل إلى المؤسسات الدولية في ظل العراقيل الكبيرة التي تضعها إسرائيل على دخول الشاحنات، خاصة من معبر كرم أبو سالم، حيث يتم يعني تظاهر عدد من المستوطنين المتطرفين على في الطرق المؤدية إلى هذا المعبر، ويبدو أنها ربما أشبه بلعبة ما بين الجيش الإسرائيلي وهؤلاء المستوطنين لتقليل إلى يعني إلى حد كبير إدخال المساعدات والتسبب بأزمة مجاعة هنا في قطاع غزة، سواء كان في مدينة رفح أو في شمال القطاع. أيضا في مدينة خان يونس الأوضاع على حالها، وصل اليوم إلى المستشفيات 6 من الشهداء، 3 منهم استشهدوا في المناطق أو 4 منهم استشهدوا في المناطق الغربية من مخيم خان يونس، 2 تعرض للقصف بالقرب من أبراج طيبة في المنطقة الغربية، وآخر تعرض إلى القنص، والشهيد الرابع تم انتشاله من محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس بعد استشهاده منذ عدة أيام، وشهيدين تم إخلاؤهما وانتشالهما من منطقة وسط خان يونس وتم نقلهما إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف على بلدة عبسان وخزاعة، حيث نفذت في ساعات اليوم عدة أحزمة نارية على هذه البلدتين، وأيضا غارات عنيفة على حي الأمل، على بلوك جي، مخيم الحاووز، الحي النمساوي، والمخيم الغربي ومنطقة السد العالي. هذه المناطق التي تخضع إلى عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف، بالإضافة إلى قيام القناصة الإسرائيليين باستهداف المواطنين وقيام وحدات الهندسة الإسرائيلية بتدمير مربعات سكنية كبيرة جدا. نحن نتحدث عن يعني دمار واسع وهائل غير مسبوق على الإطلاق في مدينة خان يونس، سواء كان ذلك في منطقة الشرقية بلدة عبسان، بني سهيلة، خزاعة، عبسان الجديدة، القرارة، الفخاري، أو في وسط المدينة بكامله بأحيائه الشمالية والجنوبية، أو في هذا المخيم الذي بات كوما من الركام والحطام بفعل التدمير الممنهج لكل بيت وشارع وزقاق في مخيم خان يونس. بالنسبة للمعونات التي تدخل وإن كانت قليلة إلى قطاع غزة عن طريق المعابر، إبراهيم، ما أنواعها وكيف يتم التعامل معها وتوزيعها فلسطينيا؟ يعني اليوم عبر معبر رفح تم إدخال 60 شاحنة من المساعدات، من وبالإضافة إلى 4 شاحنات محملة بالوقود. هذه الشاحنات في الغالب تكون شاحنات محملة بالمواد الغذائية، وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن مساعدات هي تحتوي على كميات كبيرة من شاحنات المياه والمعلبات وغيرها من المساعدات والمواد الغذائية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى أن
اليوم تم إدخال 40 مصابا إلى مصر لتلقي العلاج، وهذا العدد يعتبر عدد مرتفع في مقارنة بالأيام السابقة. هذه المساعدات مع الأسف رغم أهميتها الكبيرة في التخفيف من معاناة، لا هي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات الكبيرة. كل المؤسسات والمؤشرات الدولية خاصة الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، منظمة الغذاء العالمي، الهيئات المحلية هنا كرئيس بلدية رفح قال أن كل ما يدخل من مساعدات عبر المعابر هو لا يكفي، فقط يكفي إلى يعني 5 أو إلى 8% من عدد النازحين والاحتياجات الملحة الكبيرة في قطاع غزة. لذلك كانت تقول الأونروا وحذرت اليوم من حدوث انهيار يعني إنساني كامل وكبير في قطاع غزة، وحذرت من حدوث مجاعة إذا لم يتم تدارك هذا الأمر والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وكل الاحتياجات الأساسية والضرورية، خاصة وإن الأيام القادمة يعني نحن مقبلون على شهر رمضان، وبالتالي حجم الاحتياجات يزداد بصورة كبيرة. معلوم لدى الجميع أن قطاع غزة كان يدخل إليه يوميا يعني في اليوم أي في الحد الأدنى كان يدخل 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها، يعني من 500 إلى 700 شاحنة. اليوم نتحدث عن 60 شاحنة، عن 70 شاحنة، وفي أحسن الأحوال عن 120 شاحنة. وبالتالي هذه الكميات التي تدخل أو هذه الشاحنات هي نقطة في بحر الاحتياجات الكثيرة والكبيرة التي يحتاجها السكان. لذلك الأونروا حذرت من حدوث مجاعة خاصة في شمال قطاع غزة، الذين باتوا يعني يعتمدوا على روث أو مخلفات روث الحيوانات للحصول على الطعام والغذاء، وبالتالي الأوضاع صعبة. الأوضاع البيئية في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض المعدية التي تزيد من المعاناة والمأساة لسكان قطاع غزة الذين يواجهون حربا دموية منذ أكثر من 4 أشهر.